السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوف واحد لوفر اكسيبسيونيل كيتباع بالفراش ديالو كومبلي، عباره عن ميزون ار بلس 3 بلي ماغازان ديالو بالفراش ديالو بكلشي ليه. فيه ار بلس 3، ثلاثه ديال لي زابارتمون، فيه واحد الماغازان كبيره بالسده ديالها. في الاخر ديال الفيديو راه غنبين لكم الدار لونطري ديالها، غنبين لكم المكازا واضحه ان شاء الله، وغنبين لكم حتى السطح وتشوفوا لا فيو اللي كاينه من السطح. واحد المنظر تبارك الله غزال. حنايا دابا في ليطاج الاول. ليطاج الاول كيتكون من تريبل صالون، سويت بارونطال كبير، وحمام، وواحد كويزين صغيره عاد باش لاكور. ليطاج الثاني كيجينا بصالون صغر من هذا واحد شويه، كيجينا بجوج ديال لي شومبر كبار، كتجينا بالحمام. وليطاج الثالث كتجينا بواحد سيجور وواحد الكويزين تبارك الله كبيره بيان كيبي، وعاد باش واحد الحمام. الحمامات اللي كاينين في الدوزيام والتروازيام ايطاج بجاكوزي ديالهم. التروازيام ايطاج فيها واحد تيغاس بانوراميك تبارك الله. هاد الدار هادي راه مفرشه بواحد الذوق راقي بزاف. شاك ايطاج عنده واحد ستيل خاص به، كاين ستيك في ليطاج اللي كنتي قبل منه. حاولنا نركزو واحد شويه على الفراش، لحيتاش الفراش باقي جديد كيتباع كومبلي. كاع هادشي اللي كتشوفو في الفيديو معروض للبيع. الفينيسيون تبارك الله اللي مخدومه بها الدار بلا ما نحاولو نشكروها، مخدومه بواحد الجوده عاليه بزاف. لا شومبر اللي كاينه في هاد ليطاج هي هادي. في الظهر ديالي كاينه واحد الكوزينه صغيره والحمام صغير. بالنسبه للمتراج، هادي لوط تيران فيها 100 متر. شاك ايطاج تقريبا غتبقى فيه واحد 95 متر ابيتابل. هاد الفصاد اللي كيبان لكم مارو هذا كابابي با، ما عرفتش غيبان لكم واضح في الفيديو ولا لا، كاين هنايا وكاين حتى في الصالونات الفوق. الصالدور اللي كاينه هنايا هي هادي، ولاصقه فيها واحد الكويزين صغيره. لا كويزين برينسيبال راه كتجي في التروازيام ايطاج. كتجينا واحد الكويزين تبارك الله خياليه بواحد صالا مونجي، بواحد الحمام كذلك كبير، وبواحد التيراس. هنايا كيف ما غادي تشوفوا لاصق في لا كويزين على اليسار كاين واحد لاكور، لاكور صغير تقريبا. ليطاج الاول مشى هو هذا كامل. ليطاج الثاني الفصاله ديالو مغايره عليه واحد شويه. ليطاج الثالث الفصاله ديالو مغايره تماما على ليطاج الاول والثاني. ديما غادي نسبقوا الصالون. هنا راه واحد الجلسه غوايال تبارك الله. على اليمين ديالنا كاينه لا شومبر الاولى، وعلى اليسار كاينه لا شومبر الثانيه. الحمام كيبقى على اليسار، حمام كبير بجاكوزي ديالو. لا فاصاد برينسيبال راه كتشمس نهار كامل، توجيهها ديال الجنوب، كتبقى فيها الشمس من 10 الصباح حتى كيقرب المغرب. الزناقي كبار راه كتشمس تبارك الله كامله من البريمي ايطاج حتى للتروازيام ايطاج. غنمشيو نشوفو دابا لا شومبر الاولى اللي كتشوف في الفصاد، نسبقوها هي الاولى، وعاد نشوفو لا شومبر الثانيه اللي كتشوف في اللور في لاكور. كيف ما قلنا الدار فيها 100 متر في البقعه، فيها ثلاثه ديال لي زيطاج. في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله راه غنشوفوا الدخله ديال لابارتمون من الزنقه، الدخله عفوا ديال الدار من الزنقه. لي شومبر راه كيجيو بارضيه ديالهم فو باركي،
ما تبقى من لي زابارتمون كيجيونا بالرخام، رخام ايطاليا. هنايا غنسبقوا الحمام الاول وعاد باش نشوفوا لا شومبر الثانيه اللي كاينه في هاد ليطاج. تبارك الله كيما غادي تلاحظوا في الكاليتي ديال السانيتير ولا الزليج ولا الرخام، تبارك الله شي حاجه اوت غام اللي بيبان كتجينا شي حاجه ديال لاطين منقوشه منقوشه بلديه. غنشوفو ان شاء الله هاد لا شومبر الثاني اللي بقات لينا في هاد ليطاج ونطلعو للتروازيام ايطاج باش نشوفو الثمن. بالنسبه للموقع حنايا جينا في مالابطا، غنطلعو للسطح تبان لكم واحد لافيو تبارك الله بانوراميك. ليطاج الثاني كمل دابا، ليطاج الثالث هو لي اونفاز ديالنا. ديما كنبداو من السيجور ولا الصالون، هادي كيجينا صالون كوم صالا مونجي. على اليسار كاين واحد التيراس بارك الله كبير بانوراميك، وعلى اليمين كاين واحد الكويزين ما شاء الله عليها بيان كيبي، غادي تشوفوها دابا ان شاء الله. بالنسبة للثمن حنايا كيفما قلنا في الأول، التيران فيها 100 متر، شاك إيطاج تبقى فيه تقريبا واحد 96-95 متر، الثمن ديالها 450 مليون بالفراش ديالو، بكل شي ليه، الثمن اللي كيبقى من طبيعة الحال قابل للتفاوض. فيها ثلاثة ديال لي زيطاج، برومي إيطاج فيه تريبل صالون شومبر كويزين صغيرة وحمام، دوزيام إيطاج فيها صالون فيها دو شومبر كبار فيها حمام كبير، تروازيام ايطاج فيها واحد كويزين بيان كيبي بصالا مونجي ديالها فيها حمام كبير وفيها تيراس، والتروازيام ايطاج فيها واحد ديبارا المغازات فيهم تقريبا واحد 90 متر عاد باش كاينه السده، غنشوفوها في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. السده فيها واحد الموقع كيف ما قلنا جينا في مالابطا مدينة طنجة. الناس اللي كيقلبوا على الهمزة يجوا يشوفوا هادي، هادي راه اوف تبارك الله نقية ومازال الثمن غادي يزيدوا ينقصوا فيه. تبارك الله واحد الكويزين بي كيبي بواحد ستيل مودرن، النوعية ديال الخشب راه بدلوها في الكويزين ماشي هي اللي كانت عندنا في الاول في البلاكارات وفي البيبان، هذا جانا خشب ديال لاكاجو. غنمشيو نشوفو دابا الحمام، الحمام كيجينا نفس القياس تقريبا ديال دوزيام ايطاج بالجاكوزي ديالو، ومن ورا الحمام غنمشيو نشوفو التيراس، من ورا التيراس غادي نشوفو لونطخي برانسيبال ديال هاد الدار، وغنشوفو في الاخير ان شاء الله السطح. هنايا تبارك الله راه كاينه واحد 3 د المتر ديال العرض كامله مسقفه بالخشب، فيها واحد المنظر نقي، الدار راه هي هذه لونطري برينسيبال، راه كيبان لكم الباب لتحت كاينين جوج دريدوات كبار. هذا هو الاسباس ديال السده، كاين على اليسار واحد الصال دو بان تما الدروج فين غيهبطوك المغازات،
وهذا هو السطح بلايا راه كتبان لكم اون فاس تما. الميتراج قلنا في التيران كاينه 100 متر كتباع بالفراش ديالها بكل شيء ليها 3 ايطاج والمكازا 450 مليون نيغوسيابل. تبارك الله عليكم.